فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية والموقف الألماني، المغرب ما كيقولش بأن هناك يجب إيجاد حل خارج الأمم المتحدة. المغرب لم يكن دائما في هذا الموقف. المغرب يقول دائما بأن الحل لقضية الصحراء يجب أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار قرارات مجلس الأمن والدينامية الدولية اللي كتعرفها هذه القضية. عندما يقول المغرب بأن الحل يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة وفي إطار قرارات مجلس الأمن، فالمغرب لا يتناقض مع موقفه بشأن أولوية جدية مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كأساس لهذا الحل. هذا التوجه موجود في قرارات مجلس الأمن نفسها. قرار مجلس الأمن يشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في 2007، وبالتالي ليس هناك تناقض وليس هناك أي موقف مغربي للبحث عن حل خارج إطار الأمم المتحدة. لذلك فالمغرب كان داعم دائما لدور الممثل الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا، والمغرب كان دائما داعم لقرارات مجلس الأمن. من رفض قرارات مجلس الأمن ليس المغرب، من رفض قرار مجلس الأمن الأخير 2063 كان هو الجزائر. الجزائر هي التي لا تقبل قرارات مجلس الأمن. المغرب يقول الحل في إطار الأمم المتحدة، والمغرب يعتبر بأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها منسجمة مع قرار مجلس الأمن، مع الشرعية الدولية ومع الدينامية الدولية الحالية. عندما كتقوم مجموعة من الدول الأوروبية والخارج أوروبا بدعم والاعتبار مبادرة الحكم الذاتي كأساس لهذا الحل، فإنها لا تتناقض لا مع جهود الأمم المتحدة